سيداتي وسيداتي، مرحبا بكم وصحة رمضانكم. من اللي بدا رمضان فلا تيليفزيون نشوفوا واحد لي بوبليسيتي، يعني واحد كي يشوفهم يحب يعني يخبط على سوق الحي. وعليها جيت اليوم باش نبروبوزي لكم لو توب 10 تاع لي بير بوبليسيتي لا ميجوزو في التلفزيون تاعنا، لي دي بوبليسيتي لي عيو لو بلوس. في المرتبة العاشرة، في المرتبة العاشرة نلقاو لا بوبليسيتي تاع رامي. فهاد لا بوبليسيتي نشوفوا بزاف مصاغر فرحانين كي راهم يشربوا جو، وكما راكم تشوفوا هاد الدراري الصغار غير كملوا ماتش راحوا يشربوا لي جو رامي. انا منينش فروحي كنت صغير كنا نلعبوا لي ماتش في الحومه نضربوا كاع على قلعامه واحده، جامي شفت لعبنا ماتش وجابوا لنا هكذا شغل ساشي معمر بالجو دونج وكاع نشربوا فرحانين. والغنيه بلا ما نعلقوا عليها، صبر 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 شو كما راكم تشوفوا السيد حبي يبلع الكانيطه حبي يبلعها كومبلي. شوفوا والدوزيام خاشع مع القرعة. أفهم دوكا أفهم رامي جودة تستحق الثقة. في المرتبة التاسعة، في المرتبة التاسعة نلقاو لا بيبيسيتي تاع سكر سكور تاع سيفيتال. كيما راكم تشوفوا في البيبيسيتي هذه الناس كاع راهي فرحانة كي يكون السكر. حلاوة الفرحة مع العائلة والأحباب. تسمى لو كان تبعو مليح هاد البيبيسيتي حب يقول باللي واحد ديابيتيك ما يعيش حلاوة العائلة والأحباب. راني فري زعفان يا هاك سكر سيفيتال وهني. الله يعطيك الصحة، عيشني حلاوة العائلة والأقارب يا سيفيتال. في المرتبة الثامنة، في المرتبة الثامنة نلقاو لا بيبيسيتي تاع لو جو لابيل. فهاد لا بيبيسيتي نشوفو بلي كي طفل صغير يدخل للدار ما يلقاش جو لابيل فري يطيحلو المورال. طفل صغير نقولو معليش صغير، بصح دخل الأب ثاني تملقى جو لابيل زاد طاحلو ثاني المورال. بصح حاجة اللي قتلتني بالضحك هاد لا بوب هاي ليك سمعوا مليح. وين راه هذا عصير لابيل اللي قالت لي عليه المراه؟ عاودها لكم الدوزيام. وين راه هذا عصير لابيل اللي قالت لي عليه المراه؟ لابيل عصير برتقال طبيعي معمر بالفلفل. شي دوك واحد يخبط راسه على الحيط هاي يفهم. ترجع الابتسامه. فلاسيتي ان بلاص نلقى واحد البيبليسيتي على واحد لوتيل. في البيبليسيتي قلنا لنا باللي لوتيل شباب بزاف والماكله تاعو ما نحكوش، ولكن تذوق اشهى طعام. اسكو شفتو واش شفت؟ نعاود لكم تذوق اشهى طعام. اشهى طعام بالكاشير والباتي. كما شفتو سيداتي وسادتي اشهى طعام كان على الكاشير والباتي. عن خاطرك خبطوا لي على الحايط. في المرتبة السادسة، في المرتبة السادسة نلقاو لا بيبيسيتي تاع لا مارغارين باللاط. شوفوا في لا بيب زعما وحدة جات تدقدق على جارتها باش دوموندي لها شوية مارغارين. دخلتها للدار حلت لها الفريجيدار، ولكن شوف الفريجيدار واش فيه. البصل، الباذنجان، الكابويا، العنب، والبنان، والطوماطيش من فوق. انا جاب لي ربي هذا الفريجيدار تاع كاش كوالا مع مارغارين رابحة. يفهم دوكا يفهم. المرتبة الخامسة، في المرتبة الخامسة نلقاو لا بيبيسيتي تاع الكورنيت باف باللاط. السيد راكم تشوفوا فيه مرتو قاتلو قضي لنا شوية للفطور. في لا بيبيسيتي تاع باللاط تشوفوا السيد واش راح قضى. حبة بصلة، وي حبة بصلة، وبيان سور فرحان اللي شرب عطاه كورنيت باف. دخل الدار القفة فارغة، مرتو ما فهمت والو، قال لها دقيقة توك نفهم. جبد لها حبة بصل، قال لها توك نوريك. كورنيت باف زادو شوية بيض زادو شوية بصل وعطا لها تفطر به. انا قلتك تربح له لعب. صح شوف بيبيسيتي باللاط واش تقول واش بنينة بزاف يا اخي. قلتك اما انت اللي تعطي بنا ولا جيب لي ربي كي قالوا كوبي هاو الصرا كوبي سي دي نيمبورت كوا. في المرتبة الرابعة، في المرتبة الرابعة نلقاو بيبيسيتي على الحنة. حنت الفال ما تنساش ديري شويه فال. واش من فال؟ ديري حنت الفال هكذا كل شيء عليكم يسهل. لو كان تبعوا هاد لابوب كل طفله ما ديرش حنت الفال تخلص عليها بايره ما تزوجش حتى لاج دو 77. حنت الفال كل ما تطول كل ما تكحل. ديري حنت الفال وكل شيء يسهل والجمال. هاكم سمعتوها اللي بنت الريف. في المرتبه الثالثه، قهوة جديدة بدأت تفرض نفسها في السوق. كما كنتوا تسمعوا السيدة ويقول لكم باللي قهوة بدأت تفرض روحها في السوق واسمها بيستو. من البروبليم سيكو هما حبوا يفرضوا علينا هذه القهوة،
وهذا الشيء راهم يكذبوا علينا وزعما ما يديروا انترفيو ويسقسوا الناس واش رايهم في هذه القهوه. بصح هادو كاع سي دي زاكتور ها مشكل. شفت الناس يشرو فيستو ويشفروا فيها مالك حبيت نجربها؟ ايوا كذاب جرب المده هذه قهوه فيستو راهي مطلوبه بزاف. كلمه فيستو كذبي. صراحه حاجه مليحه مع القهوه سيكو كي تشريها عندك فيزا قهوه فيستو تاشيره للمتعه. وين الانجليز؟ لا لا للمتعه. راح وحدك المتعه تاعك. في المرتبه الثانيه. في المرتبه الثانيه جازوز مامي. اعطيني 10 بيض خبز مطلوع تمر واللبن حقا نسيتو. والجازوز جازوز جازوز يسمن ويمرض. جازوز مامي ماشي كيما الاخرين ديجا ما فيش سكر بزاف وشرب قد ما تقدر. اما على هذه اعطيني زوج مامي بدون تعليق. خليكم تشوفوا وحدكم. هذا وين فهمت نسيت حاجة. هذا واش نسيت؟ جازوز جازوز يسمن ويمرض. عندك الحق يا بنتي الجازوز يسبب في السمنة ومعه ديابات ولا تنسيون. صح هذا جازوز مامي فيه قليل من السكر ولي كالوري ما يسمنش وما يمرضش. بين الأحباب والعائلة مامي بأذواق هائلة. خطوني على الحيط خطوني على الحيط. مامي تقدم لكم مشروبها الغازي بذوق التفاح الأخضر وذوق التوت. والمرتبة الأولى. وفي المرتبة الأولى تاع لي بيغ بوبليسيتي لي دورو في لا تيليفزيون تاعنا عندكم لا دوزيام بوب تاع مامي. هاد لا بوبليسيتي تاع مامي باتات الروكور تاع كاع لي بوبليسيتي. علاش؟ باسكو سي لا سول بوب في لا تيليفزيون لي واحد فيها ما يضحك. شوفوا شوفوا تقول حكمهم اوتاج وقالوا لهم بالسيف ديروا هاد لا بوبليسيتي. هاواجي سني واحد هكا زوج مامي البوشون محلول دافونس. خويا رشيد جاب عليك هذا الجازوج على بالك فيها تكر مرض وتسمن فيها ديابات. لا لا خويا كريمو جازوج مامي ما فيهاش بزاف سكر وما يسمنش وما يمرضش. لا براف شوف لا فورم ديالي. وي اي مالاتيت نرفع مامي خويا راه هذا هو الجازوز اللي يبرد. مامي تقدم لكم مشروبها الغازي بذوق التفاح الاخضر وذوق التوت. يعطيكم الصحه صحه رمضانكم ونتلاقاو ان شاء الله بروشان مون بور نوفيل ايبيزود تاع يا اخي حاله. يا اربن اسمح لي مي نورمالمون نجيب لك كونتينر تاع جازوز مامي. ما عندش باش نتزوج شكون تقبل بيا نهار كوانا مقابل الميزان.